وسهلا فيكم من جديد، معكم بفقرة تفسير الأحلام. إذا عندكم أي حلم أو رؤية حابين أنكم تفسروها معنا اليوم كالعادة أستاذ الشريعة حامد الشريف. أهلا وسهلا فيك أستاذ، كيف حالك؟ أهلا وسهلا. قبل ما نقرأ المشاركات أو الأسئلة والاستفسارات عن الرؤية أو الأحلام، بدنا نسأل سؤال سريع، هل يبنى على الرؤية أي حكم شرعي؟ نعم، في البداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة للرؤية للأنبياء هي نوع من أنواع الوحي، ويبنى عليها حكم شرعي للأنبياء فقط، أما لعامة الناس فلا يبنى عليها حكم شرعي ولكن يستأنس بها. فمثلا في أعمال الخير أو أعمال يعني المندوبات، مثلا إنسان رأى أنه يتصدق فيستأنس أنه يتصدق. نعم. أما الإنسان مثلا رأى في المنام أنه يطلق زوجته، طبعا نقول له لا تفعل ذلك. نعم. والله أعلم. نعم. والله أعلم. طيب إذا نقرأ أول مشاركة، بس منحب ننوه بالبداية إنه مشاركاتكم رح نقرأها عبر الـ SMS، رقم الـ SMS بيظهر على أسفل الشاشة، أو عبر الاتصالات طبعا نقرأ أو بنستقبل اتصالاتكم لحتى نشوف إيش استفساراتكم عن موضوع الرؤية أو الأحلام. أول استفسار مشاركة عبر الـ SMS، شخص بيقول لقد رأيت نفسي في المنام وأنا أقرأ سورة البقرة على الماء. نعم. وشعر انه هو لازم يقراها مره اخرى على الماء، فما تفسير هذا الحلم؟ نعم، طبعا قراءه القران الكريم طبعا خاصه سوره البقره اللي هي تطرد الشياطين والسحر. نعم، يعني قراءه سوره البقره في البيوت تخرج الشيطان، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ سوره البقره خرجت الشيطان من البيت، معنى الحديث يعني. نعم، فهذا الانسان يعني يبين انه ذاكر لله عز وجل وأنه على دين الله عز وجل، فبشرى له يعني هذا الرؤية من الأمراض والأسقام، يعني أنه يبتعد عن يبتعد عن الشر بشكل عام وعن الأمراض. والله أعلم. طب هل هذا مثلا يفسر أنه بالحياة يعني بحياته أنه يقرأ سورة البقرة مثلا؟ طبعا. ممكن يكون أنه دليل أو إنذار له أنه يقرأ طبعا مثلا سورة البقرة أو القرآن الكريم بشكل عام. بشرى له. نعم. أنه يلتزم بسورة البقرة وأن يعمل بها، يقرأها ويعمل بها، وأيضا لأنها تنجيه، لأن نعرف أنه سورة البقرة وآل عمران تنجي من عذاب القبر أيضا. نعم. طيب في عنا اتصال معنا، أم ريان عم تحكي معنا، صباح الخير. ألو. صباح الخير أم ريان. صباح النور، أهلين، ممكن أحكي مع الشيخ؟ تفضلي. طبعا تفضلي. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام. أهلين أم ريان، تفضل. أنا امرأة متزوجة وعندي طفل. نعم. ومتجلببة ومحجبة. نعم. من فترة حلمت أني أنا طالع مع زوجي للسوق. نعم. وكنت لابسة يعني قصير ونص كم مع الحجاب. وحامل، معني أنا مش حامل. نعم. ممكن أعرف تفسير إن شاء الحلم؟ إن شاء الله. اسمعينا عبر التلفزيون يا أم ريان، شكرا لك ولاتصالك. طيب نفسر طبعا حلم. بالنسبة لأم ريان بما أنها ملتزمة شرعا يعني رؤية أنها يعني تلبس قصير وكذا، فهذا رؤية أنه في هناك ناس يكيدوا لها. نعم. يعني يكيدوا لها، يظهرون لها المودة ولكنهم يكيدون لها. لقوله تعالى في بالنسبة للشيطان، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فبتكون في بعض الكيد لها، فإنذار أنها تنتبه لبعض الناس الذين يكيدون لها. بالنسبة للحمل يبدو أن لها عندها هناك مشاكل، لأن الحمل في الرؤية إذا لم تكن حامل فهو هم وهموم ومشاكل. نعم. وأنكال. صحيح. فيفرج الله عنها بإذن الله. نعم. والله أعلم. طيب عنا كمان اتصال من أم علاء. أم علاء برضو صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. ممكن أنا أسأل عن حلم، لأنه دائما بحلم يعني حلم متكرر يعني باستمرار أحلمه، أنه في حرامي يجي على دار أهلي من جهة الشرق وأشوفه وأضل أحق وراء، بس الحرامي يعني إنسان عادي بشوفه لابس وكل شيء أوعيه يعني لابس أسود وإشي، وحرامي بفوت على أهلي وبلف حوالين الدار وكون بده يسرق وأنا اللي أشوفه، يعني هذا حلم متكرر باستمرار. نعم. يعني دائما تري أن هناك لص يهوم حول البيت أو شيء. نعم. ودائما بفوت من نفس الجهة، يعني دائما بفوت من جهة الشرق دائما. ونفس الشخص هو ولا شخص ثاني؟ لا لا، يعني شخص يعني رجل بس أنا ما بعرفه يعني. يعني نعم. بالحقيقة ما بعرف. لا لا، نفسه متكرر يعني نفس الشخص. أتيكي نفس الشخص؟ ها؟ لا يعني لا. كل مرة رجل بس إنه نفس الرجل. لا نفس الفكرة يعني نفس الفكرة. بس نفس الحلم. نعم إن شاء الله. شكرا لاتصالك. شكرا لك. طبعا طبعا رؤية اللصوص في المنام عكس يعني طبعا رؤية القطط أو الكلاب وكذا هي اللصوص، ولكن اللص هون يقال إنه يعني إنسان مثلا
مثلا انسان يكون في البيت، اذا كان الانسان في البيت مريض هناك، نعم، فيمكن انسان يوشك يعني على الموت ولكن ينجيه الله عز وجل، يعني لانه يطلق على ملك الموت كرس، لانه يدخل خفيه، نعم، يدخل خفيه الى البيت اذا بده ياخذ روح انسان. فما دام انه ياتي متكرر وانه ما في حاله وفاه عند الاخت يعني فيها حولها، فان شاء الله يعني انسان يكون هناك مريض عندها ولكن ينجو باذن الله، ينجو والله ان شاء الله. نعم ان شاء الله. طيب في مشاركه ايضا عبر الاس ام اس، ما تفسير رؤيه سيدنا عمر بن الخطاب في الحلم؟ نعم، رؤيه سيدنا عمر بن الخطاب على الحلم تدل على العدل وتدل على الصرامه في القوه يعني، والصرامه في الحق وقول الحق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في سيدنا عمر أنه فرق الله به بين الحق والباطل، فلذلك سمي عمر الفاروق رضي الله عنه. فتدل هذه البشرى على هذا الإنسان على أنه يقتدي بسيدنا عمر عليه السلام، عليه يعني عليه رضي الله عنه والله أعلم. حلمت أن والدتي توفت وبكيت كثيرا، مع العلم أنها متوفية من 5 سنوات. نعم، يرحمها. بالنسبة لرؤية المتوفية، أنا توفت مرة ثانية يعني، فهناك وفاء من نسل هذه المرأة يعني، يعني يمكن في المستقبل أنه تتوفى واحدة من نسل هذه المرأة. نعم، ولكن ما دام في هناك بكاء فهناك في فرج ان شاء الله، ان شاء الله فرج لهذه الاخت، بشرى لهذه الاخت في فرج ان شاء الله. نعم والله. طيب بتوقع عنا كمان اتصال. صباح الخير اريج، معنا ام اريج. ام اريج صباح الخير. صباح الخير. صباح النور، اهلا تفضلي. انا حطحت حلمي لو سمحتي. تفضلي. انا حلمت انه اجاني واحد بالحلم وقال لي انت بعد 30 يوم انت يعني راح تموتي. نعم واضح. واضح بس هيك. ايوه بس هيك. نعم شكرا يا ام اريج، شكرا لاتصالك. طيب طبعا بنعرف انه رقم 30 اللي هي يدل على صدق الوعد طبعا. نعم. ولكن انه قال لها انك ستموتي، هي عكس، بنعرف ان الموت حياة طول عمر. طول عمر. نعم نعم. فطبعا بالنسبة للثلاثين، لأنه قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة. نعم. فالثلاثين هي تدل على الوعد الملزم، الوعد الحق يعني. فدليل على أنها طولة عمر لهذه الفتاة. ولا تخاف والله أعلم. إن شاء الله. طيب حلمت بأن الرجل واقف أمامي وبيننا خروف يحضر للشواء، ولم أرى إلا أيدي الرجل، ثم فهمت بأنها يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نعم طبعا رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا والشيطان لا يتزيى بي. ايضا الخروف هذا يدل على ان بشرى لهذه المرأة انه ياتيها ولد يعني بولد. نعم والله. ان شاء الله. ايضا اتصال اخر من اسراء. صباح الخير يا اسراء. اهلا. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح الخير. كيفك؟ تفضلي. اهلا وسهلا فيكي. بدي افسر حلمي. تفضلي. هيك حلمت اني كنت بمكان كله شجر، كان فيه شجر عنب وخوخ، وكان معي عقد، وكان في صحباتي بيلحقوني بدهم اياه العقد، ولقيت خوخه كانت هيك خضراء حمار واكلتها كانت حامضه كثير. هذا هو الحلم. بس نسالها انه متزوجه او متزوجه؟ متزوجه اسراء؟ لا مو متزوجة. مش متزوجة. اوكي شكرا لك. شكرا. طبعا هاي بشرى للاخت اسراء انه في العقد بشرى في خطيب او زوج، في عريس. نعم باذن الله. ان شاء الله. وطبعا يكون يعني رزقه واسع لانه في العنب والخوخ، هذا ارزاق والله. ان شاء الله. نعم ان شاء الله. طيب ايضا سؤال، رؤيه الانسان عاري. نعم رؤيه الانسان عاري اللي هي هناك انسان يكيد له ناس يعني، ولكن يظهرون له الموده وهم اعداؤه. نعم. اللي هي نفس الآية اللي قرأناها، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فالشيطان جاء لآدم. نعم. جاء له بصفة صديق وخلاه يأكل من الشجرة، فبعد ما أكل من الشجرة بدت له عورته أو سوءته يعني. سيدنا آدم وحواء لما أكلوا من الشجرة صاروا عريانين بعد ما أكلوا من الشجرة. نعم. قول تعالى وطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة. فيكيد له هذا الإنسان كيد، فليحضر حواليه يعني، يحضر أصدقاء. نعم. السوء وكذا. والله أعلم. نعم. حلمت أني لابسة خمار وبدي أخرج من البيت، أمي بتقول لي اشلحيه، وأنا بالحقيقة مش لابسة خمار. نعم طبعا لبس الخمار يدل على أن هناك شيء يعني مستور أو شيء يعني
لبس الخمار في المنام يدل على ان هناك امور مستوره لهذا الشخص يعني. فهي انذار لهذه الفتاه وكذا ان هناك امور يعني مخفيه عنها. نعم. يعني تنبيه لها انها تنتبه لنفسها يعني. في هناك ستر عنها. والله انا والله اعلم. حلمت انه خاتمي سقط منه 3 خرزات. نعم. طبعا هون رؤية مش كاملة يعني. بدنا نعرف انه عندها اولاد او ما عندها اولاد. نعم. فاذا كان عندها اولاد يعني بدها تكون الخاتم طبعا اذا كان عندها اولاد يدل على اولادها الثلاثة. نعم. فممكن يكون هناك امراض في اولاده. والله امراض. نعم والله. والله اعلم. والله اعلم. حلمت اني اديت العمرة وكانت ميسرة مع العلم اني حامل. نعم. طبعا اداء العمرة طول عمر لهذه المرأة وال يعني بشرى لان يتم هذا الحمل. ما دام انها حامل. نحامل على الحقيقة بشرى أنه يتم لها هذا الحمل وبتوفيق من الله ورزق عظيم. والله نعم. طيب قبل ما نأخذ الاتصال برضو مشاركة. حلمت أنه معي ورم خبيث بالرأس لا سمح الله. لا سمح الله. طبعا الأمراض التي تبدو على الإنسان خاصة في الرأس هي كلها تقريبا تدل على الفساد. فساد في الدين يعني. هناك ذنوب. نعم. فانذار لهذا أن يتوب إلى الله عز وجل. وخاصة طبعا الرأس يدل على الصلاة يعني. أن تحافظ على الصلاة. نعم. والله طيب في عنا اتصال من أم راضية. صباح الخير. ألو. تفضلي يا أم راضية. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير شتمي. أهلا وسهلا. صباح النور حبيبتي. ماشي بدي أحكي مع الشيخ لو سمحتي. تفضلي معك. صباح الخير سيدي الشيخ. صباح الخير. تفضلي يا ماضي. سيدي أحلى زوجي حلم أنه امبارح حلم أنه جاي عليه سيدنا موسى عليه. نعم. وصحى من النوم. صحي وكان كثير متضايق. هو عنده أزمة. صحي كان كثير متضايق. نعم. وأنا حلمت أنه بنت ابني صغيرة. هي بنت ابني عمرها 4 سنين. أن إيدها اليمين مقطوع. نعم. نعم. طيب يا أم راضية في أي استفسار دكتور؟ بالنسبة ل البنت يعني بنت اللي بنت ابنك. نعم هي راحت بس يعني صح بنت ابنها. طبعا السؤال الأول أو الجزء الأول من السؤال هو سيدنا موسى عليه السلام. يعني كثير جميلة وبشرى فإن هذا يعني رجل يكون على دين الحق. لأنه بنعرف سيدنا موسى كان قوي. نعم. إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. فإن هذا رجل أمين وقوي يعني. يقتدي بسيدنا موسى عليه السلام. نعم. فإنه هو بيقول إنه كان متضايق. بالعكس هاي بشرى خير له. نعم. بالنسبة لليد المقطوعة طبعا هاي تشير رؤية يعني تشير على أن هناك أخت هذه البنت. البنت يدها مقطوعة في عندها أخت مثلا لأنه اليد تدل على الأخ أو الأخت. نعم. ففي حالة أنه مرض عندهم مرض. والله أعلم. طيب حلمت أنه أمي مشلولة لا سمح الله. طبعا طبعا هي أكيد من الحلم أنها في الحقيقة هي مشلولة. صح. هي لا أكيد. هي حلمت عم بتقول لكن. نعم. مو في ان اذا كان في الحقيقه هذا مشلول او انه في الحقيقه مشلول. طيب في الحقيقه احنا يعني بتوقع انه مش مشلوله في الحقيقه. صح. نعم. فهذا دليل على انه هناك في تقصير في اعمال الخير. لانه الشلل يدل على اللي هي عدم الحركه. نعم. وعدم الفعل الخير. فهي انذار لهذه الرأية بان يعني انذار لهذه لامها بان تعمل خيرا يعني وان يعني تذكر الله عز وجل وتتصدق وكذا أكثر. والله أعلم. نعم. نعم. رؤية القطط في المنام ما تفسيره؟ نعم. رؤية القطط تفسيرها لصوص. هي لصوص وأصدقاء سوء. وأصدقاء سوء. نعم. نعم. والله طيب أنا غير محجبة وكل أحلامي بأني محجبة. نعم. رسالة واضحة. طبعا رسالة واضحة تبشر الأخت أنه إن شاء الله أنها تتحجب بإذن الله. وبشرى خير يعني له ان شاء الله. ان شاء الله. احلمت اني اقرا سوره الفاتحه على اذاعه المسجد. نعم. طبعا اي سوره في القران الكريم هي بشرى خير لهذا الانسان. نعم. انه في رزق عظيم وهدايه من الله عز وجل. لان الله سبحانه وتعالى يقول بالقران الكريم هدى للناس وبينات من هدى والفرقان. فالله انزل القران ليهدي الناس. ف قراءة الفاتحة طبعا فاتحة الكتاب تبين أن الله سوف يفتح لها أبواب رزق لهذه الأخت. إن شاء الله. والله أعلم. إن شاء الله. أيضا كمان اتصال معنا. صباح الخير أم محمد. صباح الخير.
ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن أحكي مع الشيخ؟ تفضلي. تفضلي. شيخ، أنا حلمت بجدي المتوفي الله يرحمه. جدها؟ حلمت فيه أنه بالمضيف طبعاً، يعني مجلسهم، قاعد على كرسي لابس ثوبه الأبيض، يعني كالعادة اللي هو يعني هيئته اللي يلبس فيها أوعية. وماسك معاه المصحف، بس المصحف الجلدة من برا أخضر. وحاطه على إجريه، يعني كاف إجر ومات الإجر الثاني. ففتت، كان في عنده 4 نسوان، يعني النسوان ما نعرفها نحن. ففتت سلمت عليهم، في ناس رضيت تسلم، وثنتين سلمن وثنتين ما رضين يسلمن. فبلف على جدي بحكي له انه يعني هذول ليش ما تسلم علي يعني وانا ببيتك يعني، ولا بحكي له مش مشكله هسه بتسلم. لما تلفيت له مره ثانيه، ولا المضيف كامل مليان نسوان، يعني في يعني جلسه نساء صارت. فبحكي له يعني انه انا قاعد ببيتك يعني ليش ما يسلمن علي؟ لما بحكي لي ادم توكلي على الله، اخرتها راح يسلمن، اخرتها راح يسلمن. وانتهى الحلم. مره ثانيه حلمت بجدتي الله يرحمها، انه قاعده بوادي، والوادي يعني ريفته طالعه. فبحكي لها اسلم عليها، ما ردت. بحكي لها يعني ليش قاعده هون؟ تحكي لي بايدها تاشر لي انه خلص روحي روحي. وانتهى الحلم يعني. ما نعم. الوادي كان فاضي ولا في خضاره وفي زراعه؟ انتهى. ام محمد عم تسمعينا؟ واحد راح. طيب. ان شاء الله. بالنسبه للقسم الاول، طبعا هذا يدل على حسن حال، يعني بشرى لجدها على انه حسن حاله عند الله عز وجل. نعم. جلوس على الكرسي، ولانه بنعرف ان الكرسي رفعه، ويقول الله سبحانه وتعالى على صور موضونه متكئين عليها متقابلين، يعني اهل الجنه. وايضا لون المصحف اخضر، انه ماسك مصحف اخضر، بنعرف انه الخضار هي لباس اهل الجنه. نعم. فبشرى خير لانه هذا حاله عند الله. بالنسبة لجدتها إن شاء الله تكون أيضا حالة جيدة، ولكن ما أخبرتني أنه كان الوادي في خضار أو مش خضار. طب في الحالتين عشان ما يضيع اتصالها، إذا كان إذا كان في خضار طبعا خضار. تكون يعني حالتها جيدة عند الله عز وجل. إذا كان فاضي بتكون على دليل على افتقار الحسنات يعني. افتقار الحسنات. نعم. طيب الله. أنا بالنهاية بدي أتشكرك أستاذ الشريعة حمد الشريف. شكرا لك. أهلا وسهلا بك.